مساعد بالنسبه للمباراه الثالثه بكره الداخليه وطلائع الجيش. محمود بسيوني حكم المباراه، خالد السيد وطارق مصطفى مساعدين، مصطفى الشهدي حكم رابع، محمد صباحي حكم فار، محمود عبد السميع حكم فار مساعد. غزل المحله اعلن عن قميصه الجديد اللي هيلبسه في الموسم الجديد. خلينا نشوف كده التيشيرت بتاع غزل المحله، التيشيرت الاحمر الازرق والاخضر. التيشيرت الازرق هو التيشيرت الاساسي، والتيشيرت الاخضر هو التيشيرت الاحتياطي. برضو المقاولين العرب اعلن عن التيشيرت بتاعه، وانا عاجبني بقى التيشيرت بتاع المقاولين السنه دي، ديزاين بتاعه حلو قوي. ده التيشيرت بتاع نادي المقاولين، ديزاين حلو قوي وشيك، وعليه طبعا صوره الذئب. انتوا عارفين لقب المقاولين العرب ذئاب الجبل، دول طبعا لعيبه المقاولين محمد سالم وسافيولا والشيمي. تيشيرت حلو طبعا، انتوا عارفين نادي المقاولين ليه تيشيرت الاصفر فخطر المخطط ده، بس معمول ديزاين حلو قوي يعني. سيفتري لاعب فاركو قدامه 15 يوم ويرجع مره اخرى للتدريبات الجماعيه. كان انتوا عارفين كان عامل عمليه رباط صليبي وبيتعالج وبيتاهل وبيتمرن، كان بيجيله شويه رشح كده في الركبه، و15 يوم وهينضم بقى خلاص للمشاركه في التدريبات وممكن المشاركه في الماتشات ان شاء الله. غضب داخل اتحاد الكوره بسبب كثره سفريات كلاتنبرج، رئيس لجنه الحكام بيسافر كتير بره مصر، ودي مشكله طبعا يعني بتواجه. لازم رئيس لجنه الحكام يبقى موجود دايما في مصر عشان يبقى متابع الحكام ومتابع الماتشات ومتابع ويشوف الاخطاء والسلبيات والايجابيات. طبعا السفر الكتير خارج مصر دي مضايق شويه.